سيدنا الأبو عند 100 وعمرها تقريبا تجاوزت على مدة صلاته، بس الأبو يعني ما تضغط عليه يلا تصلي على مود شنو هاي الحكمة. تضغط عليه للصلاة؟ اي والله نوبات تقول لي يوم صلي يوم ما تصلي على مود هذا. على أي حال هي بالأخير تصلي يعني لو ما تصلي؟ والله تصلي يعني يوم تصلي مثل عفو يومين ما تصلي. خير إن شاء الله تعالى، حياكم الله. أبو منتظر، بناتنا بشر، والبشر ياخذ الهوى، ياخذ الهوس، ياخذ على أي حال الرغبة، فلأي واحد يضغط. الضغط الشديد على الأولاد قد ينتج سلبيات كثيرة وآثار سلبية كثيرة. رفقا بهن، بنات صغيرات شوية ارفقوا بهن، شجعها، حسب تعبيرنا شوقها، وحاول أنه تعززها. مو بعض الآباء شنو فلانة صليتي يلا قومي كذا، هذا النغمة حسب تعبيرنا القاسية قد تأثر في الأولاد. هي بنية على حال في فترة مراهقة أو صغيرة، هذه بوسها، خليها بحضنك، قبلها، حبيبتي، باباتي، أنا أحبك وأخاف عليك من نار الآخرة، من نار الله. الله سبحانه وتعالى سجر ناره لمن عصاه، فأنا ما يدش تعصين. هذا الكلام يخلي البنية ترتاح وتطمئن أن والدها يريد مصلحتها. واضح؟ أما ضربه ضغطه وفحشه وسب هذا مو صحيح. شوية شوية مع الأولاد.